ان هذا المحل مراقب كاميرات تجهيز انه مراقبه الكاميرات وخدام في اثاث المنزليه خياطه طابيسي. الدري هذا العمر ديالو كيطراه ما بين 30 29 سنه كيمتهن هذه المهنه، والسيد مقبل على الزواج، السيد الله باغي يخطب يكون اسره ديالو كيبني في البقعه ديالو لا طول الشريك مستافد هبه ملكيه الله خلي سيدنا. السيد كنتفاجئوا سيدي اليوم بمكالمه هاتفيه من البلاد قال لك ودي خالكم راه مقتول او ميت في الكراج ديالو. حنا ملي جينا اكتشفنا لقينا السيد انه هذه يومين السيد هو في الكراج ديالو. انا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى والدائره الامنيه اللي داروا الخدمه ديالهم، وكنطالب السيد الحموشي والناس ديال الامن الوطني انه ياخذوا تحقيق نزيف هذه القضيه هذه، لان السيد كيسترزق في المحل ديالو وكاين كيبات في المحل ديالو، لان السيد باقي ما عندوش اسره باقي ديال راسو وكيكون في راسو. ربما المسافه ما بين الشلالات باش تستافد ويمشي ويجي كاين عسنه دايره السده هذه راه كيبات فيها. حنا كنتصلوا مره مره به ولا كنشوفوا مباشره كنطمئنوا ليه في البلاد كل عيد كيقول لنا ودي راه الامور بخير الحمد لله كيجانا للدار كاي عائله مرحبا ديالها صله الرحم بيناتنا. واليوم سيدي جينا هذا الميساج بان الوليد راه مات، واليوم جينا اكتشفنا ان السيد راه متوفي في المحل التجاري ديالو، وكنتمنى من السيد الحموشي يفتح تحقيق نزيف ونطلب من الناس ديال ذوي الاختصاص الشرطه التقنيه انا تاكد من البصمات من العينات ديال الدم اللي خارجين من فمه والكشكوشه اللي كاينه كما راينا بالعيون ديالنا في داخل الامبيلونس. وعاش صاحب جلاله والله ينصر سيدنا، وكنتمنى من السلطه الرابعه نشر هذا الخبر اي مكان كان